أنا شخصياً عندي تقريباً 15 سنة إلى هذا المكان. فبعض الأحيان الحمد لله في أناس يدخلون الإسلام والحمد لله يعتنقون دين الله سبحانه وتعالى. ففي أناس حتى لو لم يعتنقوا الإسلام فعندما تبين لهم أكاذيب ضد الإسلام ونبين لهم نفسر لهم فهم يتقبلون الحمد لله. لكن بعض الأحيان هنا كأنك في حديقة الحيوانات. فبعض الأحيان نعم ما شاء الله، لكن المشكلة أخرى هنا بعض المسلمين يأتون إلى هذا المكان بدون علم ويتكلمون بالعاطفة، وهذا لا يكون في مصلحة الإسلام. طيب الحمد لله نعم بعض الأحيان يتحقق إجابة على سؤالك، بعض الأحيان يتحقق المقصود، بعض الأحيان لا يتحقق، لكن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونحن علينا البلاغ كما قال الله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى 950 سنة فقبل الإسلام إلى 12 أو 80. فالشاهد بارك الله فيك أحنا علينا الدعوة. فبعض الأحيان هنا لابد تعرف مع ما تتكلم، لأن بعض الأحيان تتكلم مع أناس، بعض الأحيان تتكلم مع أناس من النصارى أو الملاحدة عندهم معتقد لا يريدون تغيير، كما أقول صمهم والعمر ما ولاهم. دعني هنا أعطيك سؤال آخر، وهو تعلم أن هناك حساسية من المسلمين وهناك نوع من الإسلاموفوبيا نوعا ما في الدول الغربية هي قليلة في الاقتصاد، ولكن المقصد هنا هل مستوى الحرية أو مساحة الحرية تشكل كفرا لكم كمسلمين في هذا المكان يمكن أن تقلل من الإسلاموفوبيا بشكل عام؟ نعم، الإنسان يقول الله يقول سبحانه وتعالى وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فنعم مستوى الحرية تستطيع، ليس كما أقول لك ما في حرية مطلقة في أي بلد، فكل بلد الغرب أم العرب أم كل بلد لابد يطبق الحرية على حسب قوانينه. فنعم لكن مساحة الحرية التي تعطى لنا تستطيع أن تدافع عن دين الإسلام وترد على الشبهات أو على الإسلاموفوبيا. نعم نعم تستطيع الحمد لله. فهذه الأجل ذلك أنا قلت أخوة لابد يتعلموا، خاصة الأخوة الذين يعيشون في الغرب تعلموا درس الإسلام لكي يتبعوا إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في بريطانيا. أنا ما أتكلم عن فرنسا، فرنسا دولة الله المستعان، لكن بريطانيا يعطوك حرية مساحة كبيرة من الحرية لتبلغ عن الإسلام، لكن كما قلت ليست حرية مطلقة. مثلا هنا في أشياء لا تستطيع أتكلم عن قوم لوط، لا أستطيع، ربما أتكلم هنا ربما تنقذهم لكن في حدود. طيب نعم والسؤال الآخر أنا أحب أن أختم معك بيه، أنك كما قلت هناك الحرية ولكن هناك الذي يأتي إلى هنا يجب أن يأتي بعلم. طيب صحيح، لأن في هذه البلد في الغرب لأن الشبهات كثيرة عن الإسلام، طيب من الملاحدة وغيرها، فلابد الإسلام أن يتعلم. أنا ذكرت هذا كثير من المرات يعني وتكرارا، أن في حتى الآن في البلاد الإسلامية في البلاد العرب كثرت الشبهات في الإسلام. في وقت أنا كنت أعيش صغير في بلد في الجزائر كلنا مسلمين، ما في شخص يقول لك لماذا رسول لماذا حق القرآن حق. لكن هنا سوف يأتي أناس يتحدون دينك، فلابد أن تتعلم الحمد لله القرآن والسنة في الأدلة العقلية والنقلية لتثبت وتبين أن الإسلام دين حق. فلابد الإنسان لابد يكون من العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. يقول إمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم هو الأول. وهناك كثير من الناس يتكلمون بدون علم، فهذه مشكلة، فلابد العلم. في المجمل لك سنوات تأتي إلى هنا، طيب ما تقييمك للخطبة؟ والله الآن تغير جدا، من قبل ما شاء الله كان أحسن. طيب لكن الحمد لله كما ذكرت في خير هنا، لكن بعض الأحيان الله المستعان يا أخي بعض الأحيان كأنك تتكلم مع المجانين. طيب لكن لابد أنا عندي أخ كان يأتي هنا قبلي نصحني قال أخ شمسي عندما تجلس في كسكونا لا تتكلم شخص مع أناس معروفين عندهم 15 سنة همهم الطعن في الإسلام. بعضهم يطعن في الإسلام بطعونات حتى في دينه في النصرانية أو في الإلحاد، يأتون بأشياء حتى تخالف معتقده لكن لا يهمه، هو أهم ما طعن في الإسلام العظيم والحمد لله بارك الله فيه. فأنا أريد أقول شيء ثاني كذلك، فأنا لابد الإنسان يكون صريح. طيب وأنتم في الجزيرة الحمد لله، فأنا أقول ما هو سبب الشبهات؟ لماذا انتشرت الشبهات؟ هذا سؤال مهم، أنا أريد أن أذكر هذا كما قلت أستغل هذه الفرصة. الشبهات هنا من مصائب الشبهات هي
الثورات ترجع الحكام، لان بعض الناس يقول انا ما دخلت، وانا لابد ابين هذا. اسمح لي ابين هذه، ما في مشكله، عندكم حريه يا خلاص. نعم، وهذه ما هي غير صحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا. فمثلا الالحاد الان واللادينيون انتشروا في الدول الاسلاميه بعد الثورات، فهذه لا يجوز ان تسمى، لا عفوا، هذه لا يجوز ان تسمى بالربيع. هذا ليس ربيع، هذا خريف، هذا تدمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ليس حبا لبعض الطغاة، نعم بعض الحكام طغاة هذه ما اختلف فيها، لكن تعظيما وحبا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعرف عندما تكون الثورة تأتي بالمصائب، هذه معروفة. بارك الله.